السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب مادة المنطق الرقمي، أهلا وسهلا فيكم في محاضرة جديدة من محاضرات المادة. اليوم معكم الدكتور أنس المجالي من قسم هندسة الحاسوب. اليوم إن شاء الله بدنا نستمر في ليكتشر 5 حسب السلايد سيتس، ونستكمل موضوع البوليان الجبرة اللي بدأنا فيه المحاضرات السابقة. بعض المواضيع من ليكتشر 5 بارت 1 حسب السلايد 6 وليس حسب المحاضرات على اليوتيوب. بعض المواضيع تركناها لبعدين، راح نرجع لها إن شاء الله. لما نرجع لها راح تكون كثير أسهل بناء على الأشياء اللي راح ناخذها إن شاء الله اليوم، فراح تكون مفهومة بعمق أكثر إن شاء الله. طيب، اليوم بدنا نستكمل، وحقيقة يعني محاضرة اليوم من أهم المحاضرات بمادتنا، لأنها تتطرق للهدف الخامس كان أو الأخير من أهداف المادة. كان في عندنا 3 أهداف رئيسية، أو يعني كان في عندنا البيسك ديفينيشنز، أندرستاندينج البيسك ديفينيشنز. الهدف الثاني إنه ديستينجويش بين البوليان الكومبينيشن لوجيك والسيكونشال لوجيك، والهدف الثالث والرابع كان أناليسيز أند ديزاين يعني للكومبينيشن سيركتس والسيكونشال سيركتس، والهدف الأخير كان اللي هو الأوبتمايزيشن. فإحنا اليوم إن شاء الله راح نتعلم واحد من التكنيكس مستخدمة في عالم الاوبتمايزيشن. حكينا بشكل عام لما نحكي اوبتمايزيشن مقصود فيها في عالم الديجيتال لوجيك التحسين. طبعا بالنسبة لنا مبدئيا التحسين هو يعني تصغير السيركت باستخدام اقل عدد من يعني وتصنيعها باستخدام اقل عدد من البوسيبل جيتس. طبعا حكينا انه مش بالضرورة دائما هذا يكون هو الافضل، هذا الحل هو يكون هو الافضل. بعض الاحيان اكيد يعني السيركت المعقدة أكثر قد تكون أفضل، أو فيها يعني جيتس أكثر قد تكون أفضل، قد تكون أسرع لأنه ما بنعمل شيرينج لبعض الكومبوننتس. يعني هذا مش موضوعنا مبدئيا. إحنا الآن بدنا نركز على فكرة إنه نعمل اوبتمايزيشن من خلال السمبليفيكيشن، إنه نبسط السيركت أكثر ما يمكن، إنه نبسط السيركت أكثر ما يمكن. طيب، المواضيع اللي بنغطيها اليوم اللي هي متعلقة في البوليان الجبرة، وطبعا رح نشوف يعني بعض المقارنات بينها وبين الريجولر الجبرة اللي احنا متعودين عليها. إذن يعني هم نحكي الآن عن الجبرة مختلف غير عن الجبرة اللي احنا متعودين عليه بالوضع الطبيعي. طيب، عشان ندرس البوليان الجبرة لازم نفهم بعض الأمور اللي هي متعلقة في البوستوليتس اللي هي المسلمات والثيورمز. إحنا لما نحكي عن الجبرة دائما في عنا قواعد رئيسية نمشي عليها. هاي القواعد بعض منها مسلمات يعني لا يمكن إثباتها، وهذا الإشي إحنا ماخذينه في الرياضيات، حتى في الصفوف الأولى الابتدائية يعني حكولنا عنه إنه في بعض المسلمات لا يمكن إثباتها. خلص يعني إحنا نأخذها زي ما هي، وبناء على هاي المسلمات ممكن نشتق بعض القوانين ونثبت بعض القوانين الأخرى. طيب، إحنا بالنسبة لنا في عالمنا اللي هو الباينري راح نحكي عن بعض هاي المسلمات والثيورمز. بعد هيك إن شاء الله بدنا نحكي عن البروف لهاي الثيورمز وناخذ مجموعة من الاكزامبلز. طبعا الاكزامبلز هاي متعلقة بالدي مورغانز والكومبلمنت ويعني السمبليفيكيشن بشكل عام. طيب، خلينا نروح بس نحكي عن بعض البيسك ديفينيشنز او الانترودكشن للمادة. طبعا لما نحكي احنا عن الجبرة يا جماعة دائما بنعرف انه في عندنا سيت اوف اليمنتس، يعني في عندنا عناصر. هاي العناصر هي اللي بدنا نسوي عليها اوبريشنز. يعني مثل ايش العناصر؟ مثلا ممكن تيجي تحكي عندي العناصر اللي هي 0 1 2 3 اللي هي يعني سيت اوف مثلا انتجرز، يعني هي مجموعة الايش الأعداد الصحيحة. ممكن واحد يحكي لا أنا عندي الريال نمبرز يعني بشكل عام، يعني إذا هي بنحكي هون عن الأعداد بالسالب بالموجب بالكسور بكل شيء. إذا الريال نمبرز الأعداد الحقيقية هاي عبارة عن سيتس. يعني فإحنا مثلا بكون عندنا معادلات خطية فبنعرف إنه أي رقم ممكن أعوضه بأي معادلة خطية. بالنسبة لنا يعني في الباينري يعني بدي أحط هون نجمة، احنا السيت اوف اليمنتس الموجوده من العناصر اللي راح نسوي عليها العمليات اللي هي 0 وال1. اذا يعني هذا بالنسبه لنا في الباينري او في البوليان الجبرة
هذا الشيء اللي احنا مهتمين فيه اللي هم الزيرو والون. طيب الست اوف اوبريشنز، الان اذا عندي مجموعه من العناصر شو العمليات اللي ممكن اسويها على هاي العناصر؟ طبعا بالوضع الطبيعي بالريجلر الجبر اللي احنا متعودين عليها، يعني في عندنا الجمع، عندنا الطرح، عندنا الضرب، القسمه، هاي هي مجموعه العمليات اللي احنا بدنا نسويها، يعني القسمه ممكن اختزالها بالضبط في كثير من الاحيان. طيب بالنسبة لنا في عالمنا بنحط عليه كمان هون نجمع هذول المرتبطات في بعض، شو العمليات اللي بنسويها؟ اللي هي الدوت حكينا اللي هي عبارة عن الاند والاور والنت. فهاي شايفين هون مثلا الزائد، هاي مش زائد، صفت صفت بالنسبة لنا، اور النقطة، هاي صفت لنا اند، والابوستروفي يعني اللي هي طبعا النت او البار بنحطها، يعني هي بنفس المبدأ. اوكي، فيعني هاي الاشياء اللي بدنا احنا نركز عليها. طيب بدنا نشوف الان شو هي العمليات اللي ممكن نسويها احنا في عالم البوليان الجبرة. طبعا يعني ما بدنا نعيد نكرر، بوليان يعني نسبة الى بول، اللي هو العالم الانجليزي اللي وضع اساسيات هذا العلم. طيب قبل ما نكمل خلينا بس نتفق على بعض البيسك ديفينيشنز. الان لما نحكي literal مقصود فيها شو؟ مقصود فيها literal a single variable in complemented or non-complemented form. إذا هو عبارة عن variable، إذا في عندي function f of مثلا زي ما انتم شايفين هون f of x، f تساوي x y، x and y، or x and z، or x bar. طيب إذا هو بحكي لك a single variable سواء كان complemented or not. okay، يعني منعد هون زي كأن كل الأحرف اللي موجودين لما نحكي لك literals بغض النظر هل كان عليه complement أو ما كان عليه complement. يعني خطأ شائع هون نجي نحكي إنه عدد الـ variables في هذا الـ function اللي إحنا معطينه في الـ example هذا يساوي 3. يعني واحد بيجي بيحكي عندي x y و z، إذا ثلاث variables، ثلاثة literals، هذا الحكي أكيد غلط، هذا حكي اكيد غلط. فعدد الفاريبلز، عدد الليترالز مش الفاريبلز، احنا هون بنحكي فاريبل اكس، فاريبل واي، فاريبل زد، فاريبل، لكن لما احكي الليترال بدك تعدهم كلهم سواء كان كومبلمنتد او لا. ايش يعني؟ يجي بتحكي الاكس هذا واحد، الواي واحد، الاكس كمان واحد، الزد كمان واحد، والاكس بار كمان واحد. اذا بتعد كل الاحرف سواء مكررين مش مكررين، عليهم بار ما عليهم بار، بتعدهم كلهم، فبيطلع عندنا هون ان خمسه literals، خمسة literals زي ما انتم شايفين. اوكي، يعني هذا فقط كترمينولوجي لما احكي لك literal بدك تكون فاهم شو يعني literal. طيب الترم الان هي a collection of literals that are input to a logic gate، يعني في عندي مجموعة من literals فايتين على يعني جيت معينة. فالإكزامبل اللي احنا شايفينه هون لاحظوا انه في عندك الاكس والواي فايتين على جيت، الواي والزد، الاكس والزد فايتين على جيت، والاكس بار فايت على كمان على جيت. فإذا هون بصير في عندنا ثلاثة تيرمز. اوكي، 3 تيرمز، يعني تعريف بسيط بس يعني تعريفات بسيطة. طبعا يعني هون عندنا يعني كل واحده فيهم فايته على اند جيت، والاكس فايته على الانفرتر، فيعني اقتضى التنويه ذلك يعني. طيب خلينا نكمل الان ونبدا بموضوع البوستوليتس اللي هي المسلمات، اللي هي المسلمات postulates اللي هي المسلمات الموجوده في عالم الريجولار الجبر. راح نشوف ان المسلمات في بعضها مشابه جدا للمسلمات الموجوده في الريجولار الجبر يعني. اوكي، خلينا نشوفهم واحده واحده. طيب هون طبعا بدنا دائما نكون ماخذين بعين الاعتبار انه في عندنا الست اللي هي بي اللي فيها مجموعه العناصر راح نسوي عليها العمليات، والاوبريشنز اللي عندنا اللي هم الاند والاور بيسكلي، و طبعا والانفرجن اللي هي النات. طيب اول بوستوليت مسلمه موجوده عندنا اللي هي اسمها الكلوجر. طيب شو بتحكي لك؟ بتحكي لك لو كان في عندك variable x
وفاريبل واي بتعمل بينهم اورنج، الان بغض النظر عن الاكس والواي دائما نتيجه الاورنج هاي راح تنتمي، النتيجه راح تنتمي لايش؟ شو الفاليو تبعت الاورنج راح تكون؟ يا صفر يا واحد، اذا هي فعليا تنتمي لمين؟ تنتمي عفوا الى بي اللي هي الست هاي اللي هي موجوده فوق. اوكي؟ الان نفس الشيء بالنسبه للاندنج، لو كان في عندي اكس اند واي نفس الشيء، عمليه الاندنج هاي راح تنتمي النتيجه تبعتها لمين؟ لا بي، يعني ما احنا عارفين النتيجه راح تطلع يا صفر يا واحد، اذا بالتالي كمان تنتمي الى بي. فيعني زي ما انتم شايفين بوستيوليت كثير سهل. طيب البوستيوليت اللي بعدها اللي اسمها ايدنتيتي، هي كمان موجوده في عالم الريجولر الجبرا زيها. طيب احنا بالنسبه للجمع بالريجولر الجبرا بنعرف انه الايدنتيتي بالنسبه لنا اللي هي اكس بدنا نجمعها مع شيء تعطيني ايش؟ تعطيني اكس، والاكس مثلا ممكن بدنا نضربها مع شيء شو تعطيني؟ تعطيني اكس. فاحنا هون في عندنا بالنسبه لعمليه الجمع ايدنتيتي وبالنسبه لعمليه الضرب في ايدنتيتي، هذا في الريجولر الجبرا. فاحنا بنعرف انه اذا بدنا نجمع، لو جمعنا لصفر اوكي بالنسبه للاكس لا ما راح تعطيني اكس، بالنسبه للضرب لو ضربنا واحد دائما راح تعطيني كمان اكس. الان نفس الشيء بدنا نسويه وين؟ في عالم البوليان الجبرا، في عالم البوليان الجبرا. فبدنا نشوف بالنسبه لعمليه الاور وبالنسبه لعمليه الاند. اوكي، فلو حكيت لك اكس اور مع ايش راح تعطيني اكس، واكس اند مع ايش كمان راح تعطيني اكس. Okay. طبعا يعني عشان نحل شيء زي هيك ممكن بكل بساطه انه نستعين بتروث تيبل بسيط، يعني الموضوع ابسط مما نتخيل. واضح هون انه بالنسبه للاورنج الاور مع الزيرو دائما بتعطيني اكس، والاند مع الواحد دائما بتعطيني اكس. يعني خلينا نجرب، هاي اكس اور زيرو تساوي اكس، هاي اور طبعا الان عوض هون صفر، عوض صفر، صفر اور صفر شو بتعطيك؟ بتعطيك صفر حسب ما بنعرف. عوض واحد، واحد اور صفر شو بتعطيك؟ بتعطيك كمان واحد. اذا لاحظوا انه هاي صفر وهاي صفر، هاي واحد وهاي واحد، اذا فعليا اخذوا نفس القيم بالنسبه ل اكس. اذا هذا الايدنتيتي. طبعا نفس الشيء بالنسبه للضرب، عفوا للاند، اكس اند واحد تساوي اكس، عوض هون صفر شو راح تعطيك؟ صفر. اوكي، عوض هون واحد اوكي شو راح تعطيك؟ راح تعطيك واحد. اذا فعليا الصفر ظلت صفر والواحد ظلت واحد زي ما انتم شايفين. اذا الاكس حافظت على نفسها. اذا الايدنتيتي بالنسبه للاند اللي هي الواحد، والايدنتيتي بالنسبه للاور اللي هي صفر. تمام. طيب نروح ل نروح ل يعني بوستوليت جديده. البوستوليت الجديده اللي هي اسمها الكوميوتيتيف، لو الكوميوتيتيف يعني خلينا نكتبها ثلاثه. الان هاي يا جماعه البوستوليت سهله جدا لدرجه اني انا ما راح احكي شيء عنها حقيقه. يعني الاكس اور واي تساوي الواي اور اكس، يعني التبديل ما في اي مشاكل، والاكس اند الواي تساوي الواي اند اكس. يعني اللي مش مصدق يعني هاي البوستوليت يعوض فيها ويعمل تروث تيبل. بتمنى تكون عملتوا التروث تيبلز اللي اخذناها المحاضره الماضيه. واضح انه موضوعها سهل، التبديل هون ما في اي مشاكل، نفس الضرب ونفس الجمع في الريجولر الجبرا. طيب نروح لبوستوليت جديده وهي مهمه جدا حقيقه، يعني اللي هي الديستريبيوشن او الديستريبيوتيف لو. ديستريبيوتيف اوكي. لكن ديستريبيوشن طيب بالنسبه للديستريبيوشن حقيقه هاي لها قسمين، لها قسمين. اذا هي هون بنحكي احنا عن التوزيع، واحنا متعودين انه بالريجولر الجبرا بالالجبرا العاديه بنوزع ايش على ايش؟ عاده بنوزع الضرب على الجمع. يعني بالمقابل هون
بوليان الجبرى احنا عندنا قدره انه نوزع الاند على ايش؟ على الاور. فلو كان عندي اقواس زي هيك، احنا متعودين جدا يعني على هذا الموضوع، على هاي الصيغه متعودين جدا، عشان كنا نحكي دائما انه اكس اند الواي اور الاكس اند الزد. فيعني كان موضوع بسيط، نقدر نوزع الاكس على الواي والاكس على الزد. هذه الصيغه، هذه الصيغه متعودين عليها احنا، وبنشوفها دائما في عالم الريجولر الجبرا، وهي مشابهه جدا للشيء الموجود هون. الان اللي حاب يثبت هذا الموضوع، طبعا هاي بوستوليت اذا هي مسلمه يعني ما لها اثبات، بيقدر ايش يعمل؟ بيعمل تروث تيبل، بيعمل تروث تيبل. فانا بطلب منكم يعني كاكسرسايز، كاكسرسايز اعمل تروث تيبل اللي هو اخذناه المحاضره الماضيه، المحاضرات الماضيه، اعمل تروث تيبل وتاكد فعليا انه يعني هذول الحدين اللي على اليمين وعلى الشمال متساويين. طيب الان الجزء المهم من الديستريبيوشن حقيقه، وبحكي مهم لانه احنا مش متعودين عليه، يعني الصيغه اللي بدنا نكتبها مش متعودين عليها، اللي هي توزيع الاور على الاند. هاي صيغه احنا مش متعودين عليها، عشان هيك اذا هون في عندي، طبعا احنا عارفين هون انه الاقواس ما إلها داعي يعني نقدر نستغني عنها، لكن انا بدي احطها هون بس عشان نقارنها مع اللي فوق. اذا هون انا بقدر كمان اوزع الاكس على مين؟ على الواي والزد. اذا زي كأني بوزع الاور على الاند. اذا فعليا هاي شو ممكن انها تصير؟ هاي فعليا ممكن تصير اكس اور واي معمولها اندنج مع الاكس اور زد. اذا هاي الصيغه الغريبه يا جماعه اللي احنا مش متعودين عليها، اجين تروث تيبل، اعمل تروث تيبل وتاكد فعليا انه هذا الحكي صحيح. هسه هاي الديستريبيوشن القسم الثاني بدي احط جنبها ستار. ليش بدي احط جنبها ستار؟ لانه لازم نضلها راسخه في بالكم ومتذكرينها، لانه كونفيوزنج حقيقه، يعني مش صيغه متعودين عليها احنا بالريجولار الجبرا. فبتمنى انه كل واحد منكم يعني يخليها في باله ويعني ينتبه لها. طيب خمسة، آخر postulate بدنا نحكي عنها اللي هي الكومبلمنت، اللي هي اسمها الكومبلمنت. الكومبلمنت إيش بتحكي لك؟ X or X bar شو تساوي؟ يعني انا بدي اعمل اورنج للاكس مع الـ مع الكومبلمنت تبعها والانفيرجن تبعها، انفيرجن تبعها. طيب شو بده يطلع الجواب؟ لاحظوا انه الاور، شو كانت الاوبريشن تبعت الاور؟ كانت تحكي لك انه the output is 1 if at least one of the inputs is 1، صح ولا لا؟ طيب بما انه في عندي اكس واكس بار، معناته اكيد واحد منهم واحد واكيد واحد منهم زيرو. اذا في واحد منهم قيمته واحد، وهو هذا اللي بيهمني في الاور. بما انه واحد منهم قيمته واحد 100%، معناته الاوتبوت لازم يطلع واحد. بالمقابل لو عملنا اندنج بين الاكس والاكس بار الكومبلمنت، اوكي، بين الاكس والكومبلمنت تبعها، شو راح يصير؟ بما انه واحد منهم اكيد واحد والثاني اكيد بده يكون عكسه، اذا بده يكون زيرو، بما انه في عندي زيرو معناته اكيد الاوتبوت راح يطلع زيرو. اوكي؟ واللي مش مصدق كمان ايش يعمل؟ يعمل تروث تيبل ويتاكد فعليا من هذا الحكي، انه دائما اكس اند اكس بار تساوي زيرو. اللي مش مصدق يعمل تروث تيبل، تمام؟ موضوع بسيط جدا، تمام يا جماعه؟ طيب إذا هذول هم الخمس postulates اللي موجودين معنا. بتمنى أنكم يعني تنتبهوا لهم وتدرسوهم وتحفظوهم حقيقة، لأنه مطلوب حفظهم للامتحان، خصوصا بالنسبة لموضوع الفاينل. فيعني واستخدامهم أكيد لازم نركز عليه ونفهم. يعني بعض الملاحظات يعني هون، طبعا إحنا لما نحكي مثلا يعني على موضوع الكومبلمنت، احنا بدنا شوي يعني نوسع مداركنا شوي. يعني دائما لما نحكي عن postulates، لما نحكي عن متدفقات مثلثيه، اشتقاق، تكامل، بدك توسع مداركك. يعني لازم تكون واعي ومدرك للصيغه اللي قدامك. يعني مثلا لما احكي لك انا اكس اور اكس بار تساوي واحد، اوكي، طيب بالمقابل
لو حكيت لك مثلا في عندي function a b c or a b c الكل بار، okay؟ هل بقدر اجي احكي انه هذا فعليا يساوي واحد؟ فعليا لو ركزت فيها نعم، فعليا بقدر اجي احكي انه هاي تساوي واحد، لانه a b a and b and c هي بالنهاية يعني زي ما حكينا احنا في اي function بالنهاية هذا الترم بالنهاية رح تكون قيمته يا صفر يا واحد. طيب انا عامل له اورينج مع اي بي سي كمان بس عليها بار، اذا اي بي سي بار اي بي سي بار 100% رح تكون عكس الاي بي سي، اوكي؟ اذا بكل بساطة هاي كمان ايش تساوي؟ تساوي واحد. اذا بدك توسع مداركك هون وتنتبه انه يعني هاي البوستشليتس يمكن استخدامها بطرق مختلفة، اوكي؟ فيعني هذا موضوع مهم. طيب مثلا لو حكيت لك بالنسبه لل identity x y z or مع الواحد، اوكي x y z بالنسبه لل identity x y z خلينا نظبط ال or or مع واحد، هاي دائما شو تساوي؟ كمان تساوي واحد. حسب مين؟ حسب ال identity، لانه اي شيء or عفوا حسب ال لا هاي احنا ما اخذنا هاي النل، لسه ما اخذنا هاي في ال في الـ في الثيورمز. لو حكينا x y z or مع الزيرو عفوا هاي الايدنتيتي، هاي شو راح يطلع الجواب؟ اذا حتى ولو كان يعني x y z راح يطلع كمان x y z. اذا يعني بدنا ننتبه اذا حسب هاي الايدنتيتي، هذه حسب الايدنتيتي هيك فعليا تطلع x y z. اذا يعني بدنا نعرف كمان نستخدم هاي البوستشيتس. لما احكي لك a b or c d هاي فعليا كمان شو تساوي؟ c d or a b يعني حسب الكوميوتاتيف، حسب الكوميوتاتيف الديستريبيوشن. طبعا كمان يعني لو بدنا نحكي عن الديستريبيوشن، اوكي ممكن نحكي مثلا a b اوكي معمولها or in مع c or d bar، اوكي واضح انه هاي كمان بقدر اني اوزعها. شو بدها تصير هاي A B C or A B D bar، اوكي okay. اذا يعني بقدر اوزع هذول كلهم زي كانهم X، بدي اوزعهم على ال Y وال Z. بهاي الحالة ال Y زي كانها C وال Z زي كانها D bar، فهي بتصير A B C or A B D bar. اذا يعني التوزيع ممكن يتم بهاي العملية. فيعني هاي امثلة يعني مختلفة بتوضح لنا انه بدنا يعني احنا حقيقة ايش نعمل؟ نوسع مداركنا ونكون يعني open minded بحيث انه نقدر نطبق اي واحد من هاي البوستولتس حتى شو ما كانت يعني الظروف، حتى لو اختلفت التيرمز والليترز. طيب الان بدنا نروح نحكي عن البوليان الجبرا ثيورمز. الان الثيورمز البوستولتس اللي حكينا عنها قبل شوي ما لها اثبات، يعني هي احنا بدنا ناخذها زي ما هي مسلمه، لكن الثيورمز الان لا يمكن اثباتها، يمكن اثباتها عن طريق ايش؟ كيف ممكن نثبتها؟ عن طريق البوستولتس، اوكي اللي هي مسلمات. وطبعا اذا اثبتنا بعض القوانين فاحنا ممكن انه نستخدم القوانين المثبته لاثبات قوانين جديده او نظريات جديده. طيب يعني خلينا نشوف المجموعة الموجودة من الثيورمز. طبعا كل ثيورم الآن لها قسمان، قسم متعلق بالأور وقسم متعلق بالآند. فيعني احنا هون ممكن نكتب الثيورم، هون ممكن نكتب يعني A و B الجزئين المتعلقات، واحد بالأور واحد بالآند. طيب الثيورم الأولى اللي اسمها Idempotency، Idempotency. طيب Idempotency شو بتحكي لك؟ Idempotency شو بتحكي لك؟ بتحكي لك إنه ال X or ال X شو تساوي؟ تساوي X. Okay. بجوز تظهر كمسلمة لكن فعليا لا، هاي لها إثبات يعني نقدر نثبتها. طبعا الآن مرات ممكن نحتاج إنه نروح من الحد اللي على الشمال للحد اللي على اليمين، يعني ايش؟ عندي x or x بدي ابسطهم، بدي اتخلص من واحد منهم احصل x فقط. اوكي؟
مرات لا، انا في العكس، انا بحاجه اني اروح من الحد اللي على اليمين للحد اللي على الشمال، يعني اكس بدي كمان عنصر من اكس، ليش بدي يلزمني كمان عنصر من اكس؟ راح نشوف ان شاء الله لاحقا. طيب بنفس الطريقه في عندي اكس اند اكس، شو تساوي؟ تساوي كمان اكس، واللي مش مصدق يجرب يعوض قيم كل القيم، ما فيش عندي يا 0 يا 1، يعني عوض القيم ونشوف انه فعليا بيطلعوا متساويات، فعليا بيطلعوا متساويات. تمام. طيب الثيورم الثانيه اللي هي طبعا اجين، يعني قبل ما نحكي عن الثيورم الثانيه بتمنى انه كمان الكل يوسع مداركه. ايش يعني؟ يعني ممكن احنا هاي الثيورم تواجهنا نحتاجها بشيء زي هيك A B C، معمول لهم أورينج مع ال D، معمولها أورينج مع ال A B C. لو حكيت لك بسطها هاي، فبتيجي بتحكي إنه هون في عندي A B C وهون في عندي كمان A B C، إذا بتخلص منهم، بتخلص من واحدة منهم، فبتصير هاي A B C or D. اوكي، فهذا الشيء متعلق في هاي الثيورم. اذا هذول الثنتين باجي انا عارف، لانه يعني هاي تساوي هيك، فاحنا لانه عارفين انه الاي بي سي اور الاي بي سي شو تساوي؟ تساوي اي بي سي. اوكي، فاحنا هيك فعليا بنكون تخلصنا من تيرم تيرم كامل. يعني بتقدر تعوض مثلا بدل نفس الشيء، مثلا لو حكيت لك اي بي سي معمولها اندنج مع الاي بي، بنعرف هون انه الاي بي هاي ما لها داعي خلص لانها مكرره، فبتصير في عندي هون اي بي سي فقط. اوكي، فيعني زي ما حكيت دائما بدك توسع مداركك في الشيء اللي انت قاعد تتعلمه هون. اوكي، خلينا نروح الان للثيورم التاليه. الثيورم التاليه اللي بتحكي لك ايش؟ اللي هي النل ايلمنت. النل ايلمنت، النل ايلمنت شو بيحكي لك؟ بيحكي لك انه لو كان في عندك اكس معمولها اورينج مع واحد، هاي دائما شو راح تطلع؟ دائما الجواب شو راح يطلع؟ النال إلمنت، دائما الجواب راح يطلع واحد. ليش؟ لانه شو ما كانت قيمه اكس، اي شيء بعمل له اورينج مع واحد، انا بدي عشان يطلع جواب واحد بدي اتليست 1 انبوت يكون قيمته واحد. اذا لو انا ثبتت فيريبل معين على واحد دائما بيطلع الجواب واحد. طيب بالمقابل بالنسبه للاندنج شو النال إلمنت؟ اللي هو اكيد الزيرو. هاي ما بدنا يعني نميز بينها وبين الايدنتيتي يا جماعه، اللي انا خربطت فيها قبل شوي في السلايد السابقه وكتبتهم زي كانها الايدنتيتي، لا هي فعليا مش الايدنتيتي. هون دائما الجواب شو راح يطلع؟ زيرو، لانه اي شيء بتعمل له اندنج مع زيرو شو ما كانت قيمته 100% راح يطلع الجواب زيرو. زي ما حكيت مره ثانيه، جرب عوض قيم بالنسبه لاكس وشوف شو بيطلع الجواب، عوض زيرو وال1، عوض الزيرو وال1 وفعليا راح تتاكد انه الاجابه صحيحه. طيب again هون بدك توسع مداركك. ايش يعني؟ لو حكيت لك A B C معمولهم اورينج مع X Y، معمولها اورينج مع W، معمولها اورينج مع Z بار، والكل معمول له اورينج مع واحد. اوكي، شو ما كان هون في عندي، شو ما كان هون في عندي، هي هذول كلهم ولا لهم قيمه. ليش؟ انا عامل اور مع واحد، لما اعمل اور مع واحد شو بيطلع الجواب؟ واحد، خلص انتهى. ويعني هذا في كثير من الاحيان كنا نجيب سؤال بالامتحان، كنا مثلا نرسم سيركت كبيره زي هيك، هي في عندي هون اور مشبوكه على اند جيت، مشبوكه كمان على مثلا اكس اور، مشبوكه كمان على يعني هاي مشبوكه مثلا على اي بي سي دي، هاي مثلا على دبليو، وبالنهايه نشبك سلك على واحد. اوكي، ونعطي قيم للاي والبي والسي والدبليو، لكن بما انه في عندي واحد هون، اذا كل هاي السيركت مهما كبرت ما لها قيمه، لانه بالنهايه الاوتبوت شو بده يطلع؟ الاوتبوت بده يطلع واحد. اذا فعليا هذا يعني موضوع النال ايلمنت. نفس الشيء بالنسبه للاند، يعني اعمل اند زي ما بدك، لكن بالنهايه اذا في واحد من الانبوت قيمته زيرو 100% راح يطلع الاوتبوت كمان قيمته زيرو. طيب ثلاث، البوستوليت الثالثة أو عفوا الثيورم الثالثة اللي هي الانفوليوشن.
Involution طبعا ما إلها يعني قسمين، إلها فقط قسم واحد. اوكي، يعني نقدر نحكي إنه إلها قسم واحد فقط. إلها قسم واحد، شو بتحكي؟ إنه الإكس بار بار شو تساوي؟ تساوي إكس، يعني الإكس لما نعكسها مرتين طبعا تساوي إكس. يعني إحنا عارفين طبعا إنه البار يمكن الاستعاضة عنها بإيش؟ بال أبوستروفي. يعني هذا الإشي بدي إياكم تكونوا يعني واضحين فيه وفاهمينه، وما حدا بعدين يجي يحكي شو يعني أبوستروفي. أبوستروفي تعني البار أو الكومبلمنت. تمام يا جماعة؟ طيب خلينا نروح لسلايد جديدة ونكمل الثيورمز. احنا بعدنا بنحكي عن الثيورمز. اوكي، في خطأ في ترقيم السلايدز، مش مشكلة. اذا اجين الان بدنا نكمل اللي هو موضوع الاساسي. يا اخي اللي هو الاساسيشن، اجين في عنا A في عنا B. طيب بالنسبة للاساسيشن يعني اللي هو التجميع، X or Y or Z حطينا أقواس عليها، هاي شو تساوي؟ X or Y or Z حطينا أقواس هون. إذا يعني بالنسبة للأور زي ما شفنا المحاضرة الماضية وأثبتنا هذا الحكي من خلال Truth Table المحاضرة الماضية إنه هذا الحكي فعليا صحيح. شفنا انه هذا الحكي فعليا صحيح المحاضره الماضيه. طبعا يعني البفرنج اللي فوق عن اللي تحت، يعني سواء كانت الاور بالطريقه هاي اكس واي زد، سواء او كانت بالطريقه هاي اكس واي اوتبوت مع زد، او كانت الاقواس على الواي والزد بعدين نعمل اورنج مع ال x، يعني في كل هاي الحالات هاي ال f1 f2 f3، ال f1 تساوي ال f2 وتساوي ال f3، اذا ما في بينهم اي اختلاف. اذا يعني ال اورينج يعني تتحمل التجميع. مش عارف انا ايش حكيت، توزيع ولا تجميع، لكن هي فعليا التجميع هون، التوزيع اللي حكينا عليه في البوستيلتس. طيب بالنسبة للآن بنفس الطريقة X and Y and Z جمعهم زي هيك تساوي ال X and Y and Z. okay. وحكينا طبعا المحاضرة الماضية انه هذا الحكي لا ينطبق على ايش؟ على الناند والنور. الناند والنور لانه ما بتحقق فيهم خاصية الاسوسيشن. طيب الثيورم الخامسة اللي هي اسمها دي مورغانز لو، بالنسبة لدي مورغانز لو بالنسبة للأور البارت المتعلق بالأور بحكي لك X أور Y الكل بار، هذا الحكي يساوي X and Y لكن بار بار. طيب شو اللي بصير بالدي مورغان؟ اللي بصير بالدي مورغان إنه قاعدين من حول العملية من or لأند. إذا تحولت العملية من or لأند، مش بس تحولت العملية، لا كمان وزعنا البار على كل واحد من الترمز الموجودة. أوكي، كل واحد من الترمز الموجودة. الآن البار لاحظوا هون في الحد على الشمال هون، يعني أوكي البار هو يعني فوق زي كأنه عملية الأور، آخر عملية هون بالنسبة لنا اللي هي عملية الأورينج. اوكي، فالبار هو بالنسبه للاور، اذا الاور هي اللي تحولت لايش؟ لاند. اخر عمليه هون اللي هي الاور تحولت لاند، وشو عملنا؟ وزعنا البار على الاكس وعلى الواي. بنفس الطريقه بالنسبه للاند، لو كان في عندي بار عليهم اثنين نفس القصه شو راح يصير؟ راح نوزع، نحول الاند لاور ونوزع ايش؟ نوزع البار على الاكس والواي، نوزع البار على الاكس والواي. عشان هيك بتتذكروا المحاضره الماضيه حكيت ما حدا يغير في البارز، او اللي قبلها ما حدا يغير في البارز او يعني
يستخدم شغلات، يعني يعمل شغلات غلط في البارز بدون قانون. وحكينا انه من اهم القوانين اللي بتساعدنا على التخلص من البارز او توزيعها اللي هو الدي مورجانز. طيب طبعا يعني راح ناخذ شويه امثله لاحقا عن الدي مورجانز لو ونشوف بالتفصيل اكثر كيف ممكن نشتغل فيه وكيف ممكن فعليا انه يساعدنا. طيب النظريه الاخيره اللي هي الابسوربشن، لاحظوا انه هاي النظريه لحالها هي اصلا تعمل سمبليفيكيشن. ليش؟ بحاله الاورج بتحكي لك اكس اور اكس واي هذا يساوي اكس، والاكس اند اكس اور واي شو يساوي هذا الحكي؟ كمان هذا الحكي يساوي اكس. طبعا احنا يعني بتروس تيبل ممكن نثبت هذا الحكي، لكن راح نشوف كيف ممكن نثبته كمان باستخدام البوليان الجبرا. لاحظوا انه يعني الحد اللي على الشمال هذا لو بدنا نرسمه شو راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي اند جيت، شو فايت عليها؟ اكس واي، بعدين في عندي اور جيت، اوكي؟ فايت عليها الاكس، وهذا بيعطيني النتيجه. لكن الحد اللي على اليمين هو عباره عن ايش؟ اكس فقط. لاحظوا هون كم جيت استخدمت؟ عندي استخدمت 2 جيتس اور واند، وكم سلك استخدمت؟ في عندي اكس يعني وفي عندي الواي، كم لترال خلينا نحكي؟ 3 لترالز. لكن هون عندي نو جيتس، زيرو جيتس، و1 لترال اونلي، ال1 لترال اونلي هو فقط عباره عن سلك. اذا هذا يعني بيور سمبليفيكيشن، يعني ممتاز، يعني اذا هاي النظريه ممتازه جدا في موضوع السمبليفيكيشن. طبعا نفس الشيء بالنسبه للجزء اللي على اليمين المتعلق بالاند. اوكي، اذا هاي الثيورمز اللي احنا داخل معنا. طيب اوكي، يعني هيك خلصنا الثيورمز. لكن لو بدي احكي انا عن يعني بعض الملاحظات، يعني مثلا لو كان في عندك A B C دي، هذول كلهم عليهم بار، اوكي، هل بزبط اني يعني اعمل انفذ او استخدم لي مورجان هون حتى يعني اوزع البار اللي فوق؟ نعم طبعا بزبط، طبعا بزبط. فهون بالنسبه لنا شو اللي راح يصير؟ حتصير هاي الاند اللي بينهم راح تتحول لاور، والبار راح يتوزع عليهم كلهم. اذا هون ما عندنا مشاكل، يعني نفس المبادئ تنطبق. طبعا هذا حسب ايش؟ دي مورجان، حسب دي مورجان. طيب خلينا الان نحكي عن اثبات هاي النظريات، نحكي عن اثباتها. طبعا الان انا في الامتحان عادة ما بسأل عن إثبات النظريات، لكن الآن الخطوات والطرق اللي بنستخدمها لإثبات النظريات اللي معها داخل معنا ومهمة جدا، مهمة جدا. إذا يعني الطرق اللي بنستخدمها للإثبات مهمة، إثبات النظريات نفسه مش داخل. إذا يعني بدنا ندرسها هاي الطرق، لأنه حقيقة موضوع مهم بساعدني بالسمبليفيكيشن. ولل يعني خلينا نكون صريحين، موضوع الإثبات عن طريق البنيان الجبرى قد يكون عند بعض الناس يعني أحد أصعب المواضيع اللي في المادة. ليش؟ لأنه بصراحة ما في له طريقة واضحة للحل، يعني ما في طريقة سيستماتيك أحكي لك امشي عليها 100% راح يطلع معك جواب، ما في جارنتي. يعني زي موضوع الاشتقاق او زي موضوع التكامل، انت بتحل اسئله كثير عن موضوع الاشتقاق، النهايات، بتحل اسئله كثير كمان على مواضيع التكامل، المتطابقات المثلثيه، لكن بالنهايه قد ما حليت اسئله ممكن انه يجيك سؤال وما تعرف تحله، لانه لازم انك تجمع افكار من اماكن مختلفه، لازم يكون في عندك براكتس اكسبيرينس في الحل. ف there is no guarantee انه فعليا يطلع جواب. عشان هيك دائما كنا نحكي على موضوع الديجيتال لوجيك، ديجيتال اللي كان في البدايه، انه ما في ابداع. يعني لما احكي لك نحول من ديسمال لباينري ما في ابداع، يعني في عندك طريقه سيستماتيك مفروض انت انك توصل لجواب بالنهايه. لكن هون الامور شوي اعقد. طيب ثيورم، هاي الثيورم كيف بدي اثبتها؟
بدي اثبت. طبعا الان في الاثبات، هذا النوع من الاثبات يا جماعه، بدك تجرب تحرك بالحد. تبدا اولا البدايه، خلينا نبدا من البدايه، بدك تبدا يا من الحد اللي على الشمال يا من الحد اللي على اليمين، وتظلك تشتغل فيه وتغير فيه عبين ما يطلع مساوي للحد الاخر، عبين ما يطلع مساوي للحد الاخر. ف الان بدك تجرب محاولات عديده، ممكن انك تجرب خطوه خطوتين ثلاثه وما يزبط معك، ما توصل لنتيجه فترجع، فهذا الاشي متوقع. اذا هون ما في عندي يعني انا طريقه احكي لك امشي عليها 100% راح يطلع معك الجواب، بدك تجرب تحاول انت لحالك اكثر من خطوه، وممكن بالنهايه ترجع لورا ويطلع معك الاجابه الصحيحه eventually. طبعا يعني احنا هاي الاسئله حالينها اكثر من مره، موجوده اصلا حلها بالسلايدز، فاحنا عارفين بالضبط شو طريقة الحل وشو الخطوات اللي لازم أمشي فيها. واضح هون إنه دائما بنحاول إحنا نبدأ بالحد اللي فيه تيرمز أكثر، لأنه يمكن العمل عليه، يعني يمكن نشتغل فيه. فإحنا بدنا نبدأ بالحد اللي على الشمال، وإحنا بنعرف إن الحد اللي على الشمال شو يساوي x or x، تساوي x or x and مع واحد. كيف عرفت انه فعليا هذا الحكي يساوي x or x and مع واحد؟ هذا الحكي طبعا حسب ايش؟ حسب الـ identity. متذكرين الـ identity؟ حكينا عنها قبل. شو كانت الـ identity بتحكي لك؟ بتحكي لك x and واحد شو تساوي؟ تساوي x. Okay. يعني هون ارجعوا للـ identity شو كانت؟ هون زي كأنه الـ x هي ايش؟ هي هذول الاثنين، يعني انا زي كاني عوضت او سميها واي، يعني اللي بدك اياه، يعني زي كانه الاكس اور الاكس هاي كلها مثلا نسميها شيء جديد، سميها مثلا اي، هاي انت عوضت بدلها في اي. اوكي، فالان انت شو بتجي بتحكي؟ اي شو تساوي؟ اي اند واحد. اوكي، وهذا الحكي اكيد صحيح، هذا الحكي صحيح حسب مين؟ حسب الايدنتيتي، حسب الايدنتيتي. اذا هون احنا فعليا اضفنا واحد، حسب الايدنتيتي بنقدر نحكي انه فعليا اكس اور اكس تساوي واحد. طيب هذا الواحد الان ممكن انه يفيدنا، ممكن انه يفيدنا، فشو بنيجي بنحكي اكس اور اكس بدل الواحد. شو في شيء بيعطيني واحد؟ ارجع للثيورمز اللي عندنا، شو كان في شيء بيعطيني واحد؟ اللي هي الاكس اور اكس بار، اللي هي ايش؟ اللي هي الكومبلمنت. الكومبلمنت صح؟ شو كانت تحكي الكومبلمنت؟ اكس اور اكس بار تساوي واحد، لاحظوا الان احنا رجعنا فيها رجوع، رجعنا فيها رجوع، اكس اور اكس بار تساوي واحد. تمام؟ اذا يعني يعني هاي هي الصيغه المناسبه. اذا حسب الكومبلمنت قدرنا نحصل الان الصيغه اللي قدامنا. الان الصيغه اللي قدامنا هاي يا جماعه هي الاكس اور اكس اند مع الاكس اور اكس بار، شو بتشبه من الاشياء اللي حكينا عنها؟ وحكينا انها شيء مش من الاشياء اللي متعودين عليها. بتشبه الديستريبيوشن اللي حكينا، احنا مش متعودين عليه، صح؟ شو كنا نحكي؟ كنا نحكي، ارجعوا للثيورم البوستوليت اللي كتبناها، كنا نحكي x or y، كنا نحكي هون انه ال x، طبعا هاي ال x هي اللي موجوده بالسؤال، هيك كتبنا x or y z، شو حكينا تساوي x or y، وزعنا ال x على ال y وال x على ال z، معمولها اندنج مع ال x or الزد، صح؟ هيك حكي، هاي البوستشيت مش مرتبطه في اللي فوق، هاي هي البوستشيت اللي احنا حكينا عنها، تمام؟ طيب لو بدنا نقارب بينهم شو بطلع؟ بطلع هاي الاكس مساوي لهاي الاكس، هاي الاكس مساوي لهاي الواي، هاي الاكس مساوي لهاي الاكس، وهاي الاكس بار مساوي للزد. اوكي؟ فانا الان بدي ارجع من هاي الصيغه لهاي الصيغه، بدي ارجع بالعكس. بدي ارجع بالعكس، شو بطلع معي لو بدي ارجع بالعكس؟ شو بيطلع معي؟ بيطلع معي حسب الديستريبيوشن، شو بيطلع معي؟ بيطلع طبعا المساواه ادعها هي المساواه، احنا بنكمل هون، انا فقط هون هذا من باب التوضيح، هذا من باب التوضيح، هذا الديستريبيوشن لو ده المساواه، بنرجع بنكمل هون بالنسبه للمساواه. فبيطلع خذ زي كانك اخذت الاكس هاي عامل مشترك،
زي كأنك أخذت الإكس هاي عامل مشترك، أوكي زي كأنك أخذت عامل مشترك. شو كان هون ضايل عندك؟ الواي والزد. الآن شو بيضل عندي؟ الإكس والإكس بار، فبصير عندي إكس أور إكس أند إكس بار، أوكي إكس أند إكس بار، أوكي. طيب الآن إكس أند إكس بار شو تساوي؟ شو تساوي؟ متذكرين؟ حكينا إذا واحدة منهم واحد معناته أكيد الثانية صفر، إذا واحدة منهم صفر أكيد الثانية واحد، إذا هاي رح تطلع تساوي X or zero حسب إيش؟ حسب الكومبلمنت، حسب الكومبلمنت صح؟ حسب الكومبلمنت، أوكي؟ طيب الآن X or zero شو تساوي؟ تساوي X حسب إيش؟ identity، حسب identity، أوكي؟ إذا يعني هيك بنكون فعليا اثبتنا انه الاكس اور اكس شو تساوي؟ تساوي فعليا اكس. طيب يعني اسئله دائما تطرح في نهايه هذا المثال اللي هي الدكتور انه احنا هل لازم نكتب لك كل خطوه شو هي البوستوليت تبعتها او شو هي الثيورم؟ لا مش بالضروره في الامتحان يعني تكتب لي كلها كل وحده شو تعني. هل بالضروره بالامتحان اني اقدر اميز بين كل بوستوليت او ثيورم؟ نعم لازم انك تقدر تميز بين كل بوستوليت وثيورم، لازم تعرف الفرق بينهم. يعني ما بصير يعني ممكن اجيب لك انترو اور فولس انه هاي هي الايدنتيتي بوستوليت مثلا واكون كاتب لك الكومبلمنت، فلا فولس يعني بهذا الحال، تمام؟ فبدك تنتبه ل البوستوليتس المختلفه والثيورمز المختلفه واسمائها، لكن يعني زي ما حكيت بدك يو نيد تو براكتس. طيب مثال اخر كمان، مثال اخر كمان اجين. الان بدنا شوي نمشي شوي اسرع. اجين بدنا نثبت انه هذا الحد يساوي هذا الحد. اجين بنيجي بنحكي اكس اور واحد، نعملها اندنج مع واحد. هذا حسب ايش؟ حسب الايدنتيتي، حسب الايدنتيتي. الواحد عرفنا انها من المثال السابق انه الواحد ممكن نحولها ل عفوا اكس اور X bar. هذا حسب إيش؟ حسب الكومبلمنت، حسب الكومبلمنت، لأنه X or X bar فيه تساوي واحد. الآن حسب الديستريبيوشن، خذ الX هاي عامل مشترك زي كأنها، حكينا هذا إشي غريب إنه نأخذ الX عامل مشترك بهاي الصيغة، أوكي؟ فبده يصير عندي X معمولها أورينج مع الواحد and الX bar، زي كأنه هاي الواحد هي الY وزي كأنه هاي الX bar هي الZ، أوكي؟ إذا هذا حسب الديستريبيوشن، أوكي. وهذا الحكي حكينا شو يساوي؟ X or الآن واحد and X bar شو تساوي؟ واحد and X bar هاي وين شفناها؟ في الايدنتيتي، زي ما حكيت بدك ترسم مداركك. احنا حكينا مضبوط X and واحد شو تساوي؟ X and واحد دائما تساوي X بغض النظر عن قيمة X. الآن بنفس الأسلوب يا جماعة، يعني حكينا X bar and واحد، هذا الحكي شو يساوي؟ X bar حسب الايدنتيتي، حسب الايدنتيتي. ف يعني بغض النظر شو قيمة X، بغض النظر شو قيمة X، إذا بدنا نحافظ عليها نفسها، حكينا A B and واحد شو تساوي؟ A B، أوكي. A B bar and واحد شو تساوي؟ A B bar. إذا يعني حكينا بدها توسع مداركك. طيب حسب الايدنتيتي واحد اند الاكس بار شو تساوي؟ تساوي اكس بار، تساوي اكس بار، اوكي. طيب الان اكس بار اذا هاي ايدنتيتي، حسب الايدنتيتي. الان اكس بار اور اكس بار شو تساوي؟ تساوي واحد حسب ايش؟ حسب الكومبلمنت، حسب الكومبلمنت، لانه اكس اور اكس بار حكينا دائما تساوي. إذا هيك نكون أثبتنا النظرية هاي. سلايد 10. هون بدنا نثبت الأبسوربشن. حكينا إنه الأبسوربشن يعني هي مثال واضح على موضوع التبسيط، مثال واضح على موضوع التبسيط. ونفس الشيء بدنا نبدأ من هون X or X Y. اوكي طبعا يعني
طريقة الحل الرسمية لهذا السؤال انك ايش تحكي؟ انه x and 1 حسب الـ identity or x y، اذا هون هاي فقط ضفت لها واحد، هاي x ضفت لها واحد حسب مين؟ حسب الـ identity، صح؟ عملت لها اندنج مع واحد، اذا بكون حافظت على المساواه. اذا دائما لازم نحافظ على المساواه، اذا ننتبه جدا دائما انه ايش نعمل؟ نحافظ على المساواه. الان هاي الصيغه، هاي صيغه الديستريبيوشن اللي احنا متعودين عليها، اوكي؟ اللي كنا ناخذ فيها الاكس عامل مشترك، صح؟ فالان لو اخذت الاكس عامل مشترك شو بضل عندك؟ واحد اور واحد اور واي، واحد اور واي. وبالمناسبه يعني لو واحد اجى هون مباشرة في الامتحان يعني حل بسرعة، حكي بدي اخذ الاكس عامل مشترك شو بضل عندي؟ واحد اور واي، ما في مشكلة، صح؟ ما في مشكلة، لكن انا هون حبيت اوضح لكم انه الواحد من وين اجى فعليا؟ الواحد هذا من وين اجى؟ اوكي؟ هذا كنا حاطين هون مربع بالطريقة هاي، اوكي؟ اذا هذا الواحد يا جماعة يعني الواحد اللي هون هيو اجى من هاي الطريقة اللي هي لما عملنا اندنج مع الواحد اللي هو طبعا حسب الايدنتي هذا الحكي مسموح، طبعا هون حسب الايش؟ حسب الديستريبيوشن. احنا رجعنا الموضوع، اخذنا الاكس عامل مشترك، اخذنا الاكس عامل مشترك بينهم، وطبعا هاي الصيغه اللي احنا اصلا متعودين عليها. ديستريبيوشن. طيب الان واحد اور واي، هاي جوا البارنتيسز، واحد اور واي شو دائما تساوي؟ واحد اور واي، واحد اور مع اي شيء شو بيعطيني؟ اكيد واحد حسب ايش؟ حسب النل، صح؟ واحد اور مع اي شيء بيعطيني واحد دائما حسب النل ايلمنت، اوكي؟ طيب اكس اند مع الواحد، طبعا احنا ما اثبتنا النل ايلمنت يعني، لكن يعني يمكن اثباتها بسهوله. كل الباقي هو هم بوستوليتس وثيرمز اصلا مثبتين. طيب الاكس اند الواحد طبعا هاي حسب الايدنتيتي شو تساوي؟ تساوي الاكس حسب الايدنتيتي طيب إذا جماعة الخطوات اللي استخدمناها في الحل مهمة مهمة، لكن يعني الثيورمز نفسها مش داخلة معنا في موضوع الإثبات. طيب ناخذ بعض الأمثلة. إذا يعني هيك إحنا حكينا عن البوستولاتس والثيورمز بشكل عام. لو أخذنا بعض الأمثلة، شفنا مثلا هذا مثال بحكي لك F تساوي A or B or C or D، find the F bar. F bar طبعا لما يكون في عندي A or B or C or D، ما إنه حطيت بار على F، إذا لازم أحط بار عليهم كلهم. والآن حسب الدي مورغان واضح إنه الأور هاي، عفوا البار هذا على ال A وال B وال C وال D على ال OR كامل، اوكي؟ اذا اخر عمليه كانت عندي هي ايش؟ اللي هي ال OR. هاي العمليه بدها تتحول لايش؟ لاند. اذا هاي شو بدها تصير؟ A and B and C and C and D، والبار بده يتوزع على عليهم كلهم مع بعض، اوكي؟ طيب بنفس الاسلوب الان بدنا ال F bar، لكن الفانكشن اللي قدامنا شوي مختلف، شوي مختلف، اوكي؟ اذا هون حسب دي مورغان يعني احنا وزعنا البار. الان الاف بار نعرف انها شو بدها تطلع تساوي؟ A and B bar or C and D الكل بار، تمام؟ احنا بدنا الاف بار، اذا لازم نحط بار عليهم كلهم، اوكي؟ بار عليهم كلهم. طيب شو اخر عمليه هون عندي بالتن؟ شو اخر عمليه؟ يعني انا بدي اوزع الان البار على مين؟ على الاور ولا على الاند؟ هذول اللي هون فكروا فيها شوي. شو اخر عمليه؟ شو اول عمليه بتتم هون؟ واضح انه اول عمليه بتتم اللي هي هون اللي هي الاند، لانه انا في عندي تو اند جيتس مشبوكين باور، صح؟ بغض النظر شو الانبوتس، اوكي؟ اذا اخر عمليه شو بتتم اللي هي الاور، اذا هاي هي اللي بدي اوزع عليها ايش؟ بدي اوزع عليها البار. دوز عليها البار. طبعا يا جماعه توزيع البار مرات في بعض الطلاب شو بيعملوا؟ بيستعجلوا كثير في توزيع البار، اوكي؟ فالافضل في الدي مورغان انك تمشي خطوه خطوه عشان ما تخربط، انا شخصيا بخربط يعني اذا بدي استعجل شوي. طيب اذا هاي بتصير ايش؟ A and B bar، اوكي؟ الاور تتحول ل and، اوكي؟ حط عليها القوس ما في شيء منها. C D C and D الكل بار، اوكي؟
اوكي. الان اذا عندي الاور تحولت الان، لكن البار هذا شو بده يصير فيه؟ بده يتوزع. اذا راح يتوزع على هذا التيرم وهذا التيرم، تمام؟ راح يتوزع على هذولا التو تيرمز. اوكي، اذا توزع عليهم الكل. طيب الان هل بقدر اوزع البار هون على الاي والبي كمان وعلى السي والدي؟ نعم بقدر اوزع. اوكي، لكن لاحظوا هون انه السي والدي الثنتين عليهم صار تو بارز، السي والدي مع بعض. الان حسب الكونفوليوشن احنا حكينا اكس بار بار شو تساوي اكس. الان بقدر اشطب التو بارز هون زي ما انتم شايفين. ليش؟ لانه البار على السي والدي مع بعض. يعني انا باجي بقدر احكي انه السي تساوي الاكس تساوي السي دي وعوض، ففعليا بطلع هذا الحكي صحيح. لكن اذا يعني هون بقدر انا احكي انه هاي فعليا شو تساوي؟ تساوي سي اند دي. خلص التو بارز انشطبوا مع بعض، هذول التو بارز انشطبوا مع بعض. لكن على الاي والبي لاحظوا انه الاي ما عليه بار والبي عليه بار، اذا هون ما بقدر اشطبهم مع بعض. هون بدي اشتغل حسب مين؟ حسب دي موركن. اذا هاي بدها ترجع اي اور بي حسب دي موركن. طبعا هون ما ننسى كل واحدة تعامل لحالها اي اند بي، ولننسى انه البي كان عليها اصلا بار. الان البار هاد شو بدي اعمل فيه؟ اللي هو وزعته على الاند هاي، اوكي، اللي هو وزعته على الاند هاي، شو بدي اسوي؟ بدي اوزعه على الاي وعلى البي مره ثانيه. بدي اوزعه على الاي والبي مره ثانيه. طبعا الان البي صار عليها تو بارز، اكيد راح ينشطبوا، والاي بده يظل عليها البار. اذا بالنهايه هذا الحكي شو بده يطلع؟ يساوي اي اور بي، الاي عليها بار، معمول هذا الحكي كله اندنج مع ايش؟ مع السي دي. اوكي، هذا الحكي كله مع السي دي. طبعا هذا الحكي يساوي ايش؟ يساوي اف بار. اوكي، اذا الدي مورغان يا جماعه بدك تطول بالك، ما تستعجل، حافظ على الاقواس. الاقواس طبعا اذا ما فادت اكيد ما بتضر. بفضل انك تحط اقواس هون، تحط اقواس هون، يعني بالنهايه عشان يطلع معك الاجابه الصحيحه. وفي عندكم امثله يعني اكيد بالهوم ورك الاول والثاني، عفوا بالهوم ورك، بالهوم وركس موجوده يعني، مش عارف بالضبط اي هوم ورك. بتمنى انكم يعني تطلعوا عليها. اوكي، طيب السؤال اللي بيطرح نفسه اللي هو why do we need simplification؟ اوكي، السمبليفيكيشن اكيد الرولز اللي اخذناها والثيورمز والبوستولتس بتلزمنا عشان شغلتين رئيسيات اللي هو الايكويفالنسي بروف. اوكي، ممكن نثبت انه الحد اللي على اليمين يساوي الحد اللي على الشمال، يعني وعملنا هذا الشيء بالثيورمز. وطبعا احنا هذا الشيء كمان نقدر نعمله باستخدام ايش؟ التروث تيبل، باستخدام التروث تيبل. لكن بالنسبه للتروث تيبل واحنا حكي وشفنا امثله على هذا الموضوع، في نقطة ضعف رئيسية بالنسبة لنا لاستخدام التروث تيبل بهاي المواضيع. شو هي هاي نقطة الضعف بالنسبة لنا كبشر؟ يعني بجوز الكمبيوتر يكون سريع يقدر يسوي هذا الشيء بسرعة. بالنسبة لنا طبعا لو بدنا نعمل، لو كان في عندي خمسة فاريبلز، لاحظوا انه التروث تيبل راح يكون كم مرة فيه؟ راح يكون فيه 2 فالقوة 5 اللي هي يساوي 32. لو كان في عندي 6 فاريبل راح يصير 2 القوه 6 64. لو كان في عندي 7 فاريبل 2 القوه 7 128. اذا قد يكون موضوع التروث تيبل بالنسبه لنا مش عملي اذا زاد عدد الفاريبلز، فموضوع البوليان الجبرا يكون موضوع ابسط. طبعا كمان ليش بنستخدم السمبليفيكيشن؟ اكيد عشان نعمل اوبتمايزيشن، وهذا الموضوع من اساسيات المنطق الرقمي ومن اهم اهداف مادتنا اللي احنا شايفينها. طيب الان من باب التسهيل راح نحكي عن بعض التكنيكس، السمبليفيكيشن تكنيكس اللي هي ممكن انها تساعدنا في الحل. يعني هاي التكنيكس انت بدك تحاول انك تستخدمها. اكيد هاي سلايد 14 ولكن الترقيم اختلف، فبدنا نضلنا على الترقيم المختلف. اذا بدنا نحكي عن بعض السمبليفيكيشن تكنيكس، simplification techniques، بعض التكنيكس اللي ممكن انها تساعدني اني ابسط المساله اللي معي. طيب اول simplification technique اللي هو اسمه combining terms. combining terms شو بتحكي لك؟ لو كان عندك x معمولها ending مع y، or x معمولها ending مع ال y bar،
هذا الحكي شو بطلع يساوي؟ الكليم انه هذا الحكي هذا الحكي يساوي x. هل نقدر نثبت هذا الاشي؟ طبعا هاي خذ الحد x and y or x and y bar. هذا الحكي خذ ال x عامل مشترك صح؟ ال x عامل مشترك شو بتصير؟ x معمولها ending مع ال y or ال y bar. اوكي واحنا بنعرف انه y or y bar شو تساوي؟ تساوي واحد. وهذا الحكي شو يساوي؟ يساوي x لانه x and مع الواحد حسب الـ identity تساوي واحد، y or الـ y bar حسب الـ complement تساوي واحد، إذا يعني فعليا هذا الحكي بيطلع يساوي x. اوكي؟ إذا فعليا هون أنت عملت combining لـ two terms مع بعض، اوكي؟ عملت لهم combine في term واحد، طبعا بجوز واحد يجي يحكي لي هاي literal، لا هي فعليا ممكن تكون term لأنه حكينا بدنا نوسع مداركنا. طيب يعني شو الهدف من هذا السمبليفيكيشن تكنيك؟ شو الهدف من هذا؟ هذا الهدف انه انت لما تشوف صيغه زي هاي وهاي، يعني بتشوف اكس معمولها اندنج مع واي واورنج مع اكس اور واي بار، اذا شفت هاي الصيغه بتقدر تحكي انه هذا الشيء لازم يتم تبسيطه لاكس، يعني لازم يتم تبسيطه لاكس. طيب خلينا نشوف مثال على هذا الموضوع. اوكي. إذا هون لو حكينا x and y معمولها اورينج مع ال x and ال y bar، حكينا هذا الحكي شو يساوي؟ يساوي x. طيب إذا هذا اللي هو combining terms. example عليها، لو حكيت لك a b اعملها ending مع c d or a b، طبعا هون كلهم بينهم and، يعني معمولها ending مع ال c d الكل بار. هل يمكن تبسيطها؟ يعني زي كأنه الـ AB هو الـ X، CD هي الـ Y، AB هي الـ X، CD لكل بار هي الـ Y بار. اوكي؟ طبعًا واضح إنه يعني هذا الحكي صحيح ويمكن. إذا هون زي كأني بدي آخذ إيش؟ الـ AB عامل مشترك، شو بضل عندي؟ CD أور CD لكل بار. CD لكل بار. اوكي هذا الحكي شو يطلع؟ AB معمولها اندنج مع CD اور CD الكل بار، زي ما حكينا زي كانه هاي واي وهاي واي بار. اوكي هذا الحكي بده يطلع اور اند زي كانه مع واحد ويساوي هذا الحكي AB. اوكي طيب هذا يعني اكزامبل. اكزامبل اخر، لو حكينا AB معمولها ending مع CD or AB معمولها ending مع CD D عليها بار، D بس عليها بار، فهون واضح انه شو بدك تعمل؟ بدك تاخذ ال AB عامل مشترك ABC، شو بضل عندك؟ D or D بار. وهذا الحكي يساوي A B C and مع واحد وتساوي A B C. okay. example آخر وهو هذا example مهم. A B معمولها ending مع C D or A B معمولها ending مع C D بار بار. هل هذا الحكي يتم تبسيطه ل A B كمان؟ طيب هذا الحكي شو يساوي؟ A B خذها عامل مشترك، شو راح يضل عندك؟ C D or C D بار بار. الآن هل هذول الاثنين اللي هم هل C D or C بار and D بار هل هم مساويات لها؟ هل هذول فعليا يساوي واحد الاور تبعهم؟ هل يساوي واحد؟ طبعا لا، طبعا لا. اذا هاي لا يمكن تبسيطها اكثر من هيك. اوكي حكينا البارز ما بصير توزعها او تشتغل عليها بدون قانون واضح، بدون قانون واضح. اوكي فيعني
اللي حاب بس يتأكد ممكن إنه يعمل إيش؟ يعمل تروث تيبل لهذا الموضوع، ممكن يعمل تروث تيبل لهذا الموضوع. يعني لو كان في عندك هاي سي ودي 0 1 0 1 0 0 1 1 نطلع السي اند مع الدي، نطلع السي اند مع الدي الكل بار، ممكن نعمل بينهم اورينج صح؟ نعمل سي دي اور سي دي كل بار. اوكي واضح ان هذول راح يطلع الجواب فيهم واحد. اوكي نجرب هون راح يطلع الان 0 0 0 1 عكسهم راح يطلع 1 1 1 0، نعمل اور بينهم اثنين راح يطلع عندك 1 1 1 1، اذا يعني دائما بتعطيني 1. لكن لو الان شو عملت؟ سي دي اوكي 0 0 عفوا 1 0 1 0 0 1 1 Okay. طلعنا ال CD، طلعنا ال C bar، طلعنا ال D bar، بعدين طلعنا ال CD bar bar. Okay. بعدين شو طلعنا؟ ال CD or CD bar bar. Okay. نعمل بينهم ORing. طبعا واضح ال OR ال AND هاي 0 0 0 1، C bar اللي هي 1 1 0 0، ال D bar اللي هي 1 0 1 0 قاعدين نعكس الدي، السي بار اند الدي بار شو تساوي؟ 1 0 0 0. اوكي الان شو بدنا نعمل؟ اورنج لهذول الثنتين اللي هم مين؟ هاي وهاي، شو بيطلع الجواب؟ اورنج بيطلع 1 0 0 1. فعليا هاي عباره عن ايش يا جماعه؟ هاي عباره عن ايش؟ يعني تذكروا من المحاضرة السابقة، إذا ما طلعوا كلهم وحدات، هون طلع لنا كلهم وحدات وما طلعوا كلهم وحدات، واضح إنه هاي فعليا شو تساوي؟ سي إكس نور مع الدي إكس نور، هاي زي كأنها فعليا إكس نور، فعليا هذا هو الجواب، يعني هذا هو الإكس نور، هاي هي معادلة الإكس نور. إذا يعني بدنا ننتبه لهذا الموضوع، أوكي؟ طيب، يعني أعتقد إنه هاي نقطة كويسة إنه نوقف عندها لو حضرت اليوم. إذا بالنسبة للسمبليفيكيشن تكنيكس أخذنا أول سمبليفيكيشن تكنيك المحاضرة هاي، والمحاضرة القادمة إن شاء الله راح نكمل بالسمبليفيكيشن تكنيكس أو اللي ممكن إنه إحنا نستخدمها في مادتنا، راح نكمل فيها إن شاء الله ونشوف في عنا كمان ثلاثة إضافية. طيب إذا اليوم إحنا خلصنا التوبكس اللي كنا نحكي عنها اللي هي البوستوليتس، البوستوليتس والثيورمز، وحكينا عن البروفز، وحكينا عن اكزامبلز على دي مورغان والكومبلمنت، وبلشنا بالسمبليفيكيشن، لكن اكيد يعني في له كمان تكمله. اذا يعني هيك بتكون محاضرتنا اليوم خلصت، بتمنى انكم تتابعوا معنا اول باول، يعطيكم العافيه وان شاء الله نراكم في المحاضره القادمه.